السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنتكلم عن البيم ماتيوريتي ليفل. ده هتلاقيه في البي اس 1192 الجزء الثاني اللي صدر في 2013، وده هتلاقيه غالبا في اغلب الاكواد اللي خدت من الكود البريطاني. اغلب اكواد البيم بتلاقي فيها الصورة دي، بس هو ممكن يغيرها، يعني بدل المثلث يعملها مربع، يعملها مستطيل، بس هو نفس الكلام. ان انا عندي ليفل 0 وليفل 1 وليفل 2، وبنطمح في ليفل 3، وفي بعض الكتب عاملة ليفل 4 و5 و6، وحتى في الذكاء الصناعي. بس احنا بنتكلم على الاساس ان ليفل 0 ده انا شغال بدون يعني 2D، شغال ما فيش تنسيق في الشغل. ممكن اكون معتمد على الكود بي اس 1192 2007، ده اللي كان معمول الاوتوكاد، بس في مشاكل كتيره في الشغل عندي. ما بنشغلش بيم، ما بنشغلش 3D، كل شغلنا في نطاق الكاد. طيب، في ممكن يكون انت فاتح الريفت ومسطب الريفت بس شغال عليه كيت، فبرضه يعتبر كيت. طيب، في ليفل 1 بشغل 2D و3D، وعندي كذا كود شغال عليهم وشغل منظم. وهتلاقي هنا البي اس 1192.7 وبي اس 8541 الجزء الثاني. بس في مشكلة في ليفل 1 مخلوش يوصل لليفل 2، الا وهي ان مش كل الناس شغاله بيم، او يعني بنعمل شغل بيم في الاركتكتشر مثلا على برنامج، والاستراكشر معمول على البرنامج، بس بيبدلوا مع بعض على طريقه الكات مش اي اف سي، او واحد فيهم ما بيشغلش بيم بيشغل كات. فمثلا عندي المشروع كله اتعمل بيم، ومثلا قلنا لا الكهروميكانيكا كان هيتعمل اوتوكاد، فانا كده ما بقاش عندي امكانيه لحصر المشروع، ما عنديش امكانيه لحل الكلاشات بتاعه المشروع. طب اقدر الكهروميكانيكا اللي كان عامل بيم والانشائي مش عامل، عندي برضو ما زالت في مشكله، تمام، لان انا مش قادر اعمل الكلاشات، ما فيش اعمده وكاميرات. هيقول لي اجي اعمل كلاش ريبورت، يقول لي ما فيش ولا كلاش خالص. ليفل 2 بيبدا كل واحد شغال على الموديل بتاعه مرتبطين ببعض، ولما نغير حاجه بتظهر عند بقيه الناس، وممكن كلنا شغالين على نفس الموديل، تمام. الاي بي ام بقى ده اللي لسه بنطرح فيه، بنفكر فيه، بنحلم بيه. الاي دي ناس قالت انترناشونال، وناس قالت انترنت، وناس قالت انتجر، وهتلاقي كتير جدا كل واحد بيقول الاقتراح بتاعه. هو الفكره كلها ان ما بقاش فيك سبورت من برنامج لبرنامج، يبقى كل في بلاتفورم ببدا الشغل عليها، وفي اي لحظه ممكن اطلع منها الفور دي والفايف دي، مش هصدرها للبرنامج والبرنامج التاني ابدا اشتغل عليه، وبعد كده لما احب اعدل اصدر تاني، وممكن حاجه انا عملتها تتلغي وهكذا. لا، ده لسه بيطمح فيه، وده صدر الكود اي اف سي بي اس ايزو 16739. انا ان شاء الله بس الاكواد تيجي عندي اللي هي بتاعت الايزو ديت، وان شاء الله نشرحها على قناه بيم اريبيا، فتابعونا.